إذا ما رحت راح تطلعي وتقولي بقلبك يا ربي روح لأقدر أحضن بنتي. حرام عليك يا رضا، شو هالحكي؟ لك شو هي عدوتنا مو بنتنا؟ يعني قدامك فيني أحضنها وبوسها كمان؟ روحي روحي أحضني بنتك. أخ يا ربي أنت أعطيني الصبر يا أرحم الراحمين، أنت أعطيني الصبر يا ربي. فريحة يلا قومي بنتي، يلا قومي بقى. يا ربي منكن، أنا شو أعمل لك بنتي؟ أنتم متقصدين تخلصوا علي وتموتوني يعني؟ لك أنا شو أتشقف 100 شقفة ولا شو بدك يعني أعمل؟ لمين بدي فضفض وأحكي له وجع يا فريحة؟ قولي مين رح يسمعني يا بنتي؟ أنا بعتذر أمي. لا تعتذري مني يا بنتي، لا تعتذري مني. ليكي انتي قديش عم تعذبي حالك هيك؟ ليكي شو عملتي وشو صار فيكي هلا؟ انا ما قلت لك خليني وقف جنبك وساعدك يا روحي، وانتي ضليتك عم تبعديني، وهلا انا كيف فيني ساعدك يا فريحه؟ هلا شو بده يصير امي؟ انا شو رح اعمل؟ أبي شو بده يعمل؟ حبيبة قلبي يا بنتي أنتي، تفضل عمي رضا، بدك مني شيء؟ محمد ريتك تقبرني يا ابني، وانت لا تزيد عليها كمان. لا امي، بس انا بدي اشوفها شوي. منيح. فريحة، انا ما عملت شيء، مو انا اللي فرجيت هديك المجلة لأبي. كتير معصب ها؟ ليك اسمعي، ما تحكي ولا كلمة إذا قال لك ما في دراسة، وخليكي هيك لحتى يبرد قلبه. المهم ما يقوم يجن ويقول لك ما في دراسة. يلا يلا يا روحي، يلا يا بنتي، تعالي اطلع اطلع، يلا يلا بنتي تعالي يلا. Thank you.
مريحة أمي بلا ما تبرد الشوربة. يلا صحة وعافية على قلبكم، يلا كلوا. صحة وعافية. أنا بلشت بالشغل. آه إن شاء الله ألف مبروك يا ابني. وين شغلك؟ خليل هو اللي قال لي تعا اشتغل معي بالمحل، حكينا واتفقنا وإن شاء الله بكرة رح بلش. إيه يا أمي إيه، منيح كتير؟ إن شاء الله على خير. ليك ولك ابني اتمسك بلقمتك وأوعى تخجلنا معه. خلص بابا ما رح خجلك. ما تزعلي يا أختي. دايما إن شاء الله صحة وعافية. علو في شي بدي احكي لكم اياه. بكره ايوه رضا بكره يا فريحه بكره جايين لحتى يطلبوا ايدك. كرمال الله لا تعمل فيه هيك، انا لسه عندي دراسه. اذا حبيت تروحي على الجامعه لازم يكون باصبعتك في محبس، وباذن الله بنحكي بالباقي بعد الدراسه. محبس شو؟ مع واحد ما بعرفه بابا مشان الله. انا شفت شو يعني بتعرفي او ما بتعرفي، تلبسي محبسك وبتتعرفي بادبك مثل ما نحن تعرفنا وشفنا. ابي لا تعملها وتفرط فيني. انت اللي فرطتي بحالك وفرطتي بامك وفرطتي فيني وفرطتي بالعيله. استناني عندي حكي. استنى انا بموت وما بعطي بنتي. بدك تعطي بنتي فين تحت التراب وكمان ما بعطيها. انا اللي بعطي، انا ابوها. ما بيطلع لك حكي بنوب. يا رضا كرمال الله خود نفس وروق. كرمال الله معقول هالشي يصير؟ يا اما هالشغله بدها تصير يا اما منضبط كراكيبنا ومنرجع على الضيعه. شوفي انت وبنتك يعرفوا منيح اذا بدنا نضل هون واذا بدها تدرس بده ينربط راسها. إذا لا وإنتي ما رح تعطي بنتك روحي فوتي على البيت وضبي غراضك بسرعة. رضا هذا هو الحق والعدالة عندك؟ زهرة امشي امشي قبل ما ارتكب جريمة. يعني ممكن تعمل هالشي كمان يا رضا؟ ها؟ ما بعرف وين شافها لهالمجلة أو مين هو اللي عطا إياها. والله من الخوف ما عم بقدر حتى أسأله هالشي. وشو إلها أهمية يا أمي؟ ما كل شي خلص. كيف يعني كل شي خلص يا حبيبتي؟ قولي شو يعني؟ معقول الحكي؟ يا أمي حبيبتي ريتك تقبريني.
يعني فكرك انا بخليك تعيشي مثل ما انا عشت يا بنتي؟ ما بعطيكي يا بنتي، ما بعطيكي لحدا، ما بعطيكي. امي شو رح تعملي يعني؟ ما قال انه رح نرجع على الضيعه. استني لنشوف هلا، بس تنطفى هالنار اللي جواته لابوكي. هلا نحن كل ما قلنا له ما بصير هو بيركب راسه اكثر، بس لتهدأ اعصابه وينسى شغله الضيعه والجامعه. بعدين انا بعرف شو بدي اعمل معه. امي شو بدك تعملي؟ بكره هنن جايين. ايه واذا خليهم يجوا يا حبيبتي، انا بعرف فرجيهم قيمتهم. بعدين هن يحكوا اللي بدهم اياه، شو رح يقدروا يعملوا يعني؟ انا رح حاول اعمل كل شيء وحل هالمساله. بس يا فريحه دخيل عيونك، انت اضبطي اعصابك ماشي يا بنتي ولا ترفعي صوتك. اتفقنا؟ انا رح حل هالشغله على اصولها. ردك تقبريني يا بنتي، انا ما بعطيكي لحدا يا فريحه، ما بعطيكي يا امي. ما تبكي تقبريني، ما تبكي، نشفي دموعك. يلا يا بنتي يلا، لا تبكي حبيبتي لا تبكي. الله بعين، الله بعين، بدبر الله. تقبل الله منا ومنكم. رضا اقعد شوي اذا بتريد، بدي احكي معك. يعني انت هلا عم تحكي انه ما في حل تاني؟ اه؟ بنت مثل الورده بدنا نرميها رمي ونعطيها للناس؟ يعني وقتها بيطمن قلبك مو هيك رضا؟ يا رضا امتى قسي قلبك وتحجر علينا كل هالقد؟ لما تعرض للنار الكاويه زهرة خانم، لما تعرض للنار الكاويه وقت قسي قلبي وتحجر كمان، وما راح يبرد الا تحت التراب. ايه بعيد الشر عنك يا رضا. رضا طلع دخيل عيونك، هي بنتنا وحبيبتنا كمان. رضا اذا هي مانا موافقه مشان الله كيف بدك تعطيها؟ لا تعبي حالك على الفاضي، هالشغله راح تصير وعلى اصولها بالكامل ونخلص، والشغلات الثانيه تيجي بعدين. طيب معقول هالحكي اللي عم تحكيه يا الله دخيلك؟ كمان شفت البنت مجروحة، شو بدنا نقلن إذا سألونا ليش؟ تتمكج وبتغطي شفتها مثل ما بتتمكج كل مرة. كمان الليلة المسا تلبس مثل العالم والناس. رح تتجوز؟ لا حبيبي مو هلا. يعني اخي هي بدها تتركنا وتروح مو؟ لا عمر لسه يعني في خطبه وكتب كتاب، بعدين ليش لتروح قبل ما تخلص جامعه؟ بس اختي هي ما بتحبه لعمو خليل، وكمان هي بعدين بدها تزعل وتشتاق لنا. يلا عمر يلا كمل دروسك. يا ربي دخيلك، خالصة القهوة، يمكن هي إشارة من رب العالمين. أنا رح روح وجيب من السوبر ماركت. خليكي أنا بروح أمي. حبيبي أنت خليك وكمل دروسك، أنا بروح وبجيب ومنه باخد هوا شوي. الشب اجى لعنا، ولي على قامتي هذا وصل لعنا. خير امي شو في؟ لا ما في شيء ما في شيء، بس كنت بدي اخذ من فريحه شغله ونسيتها. فريحه فريحه اجى الشب، فريحه اجى الشب لهون. مين؟ مين بده يكون؟ هداك الشب. شو؟ لك الله يقطع عمرك ان شاء الله، لا تكوني قلتي للشاب تعا خطفني لانه جايين يطلبوني. مو سكرنا على الموضوع؟ اه مو على اساس سكرنا على الموضوع؟ وليه شو رح يصير اذا اجى لهون؟ لك يا ربي شو بدنا نعمل؟ وبركي هلا طلع لفوق. لك كيف بده يطلع لفوق يعني؟ انت عرفانه شو بده يصير؟ يلا دقي له، يلا حاكي حاكي بسرعه وخليه يروح.
سكر. امي رح اشوفه، انا لازم روح واحكي معه. ايه ولك انت جناتي لوين رايحه؟ امي لازم احكي معه قبل ما يطلع، والا اذا اجى لهون يعني نحن اثنيناتنا ما رح نخلص. اذا بتريدي ماما. اوف يا فليحه، شو اعمل فيكي؟ ما بعرف شو اعمل فيكي انا. استني استني شوي بس لاشوف. استني استني، امشي معي امشي. تعي تعي معي. نحن رايحين على السوبر ماركت، وإذا سأل أبوك خبره. ماشي؟ ماشي. استني يا بنت، هداك هو. اسحبي الشاب على الجنينة وهنيك احكي معه، اتفقنا؟ أنا عم راقبك. ها فريحة، شو بوشك؟ ما في شي، تعال معي لحتى نحكي. مو رايحة على الجامعة؟ كنا حكينا بالسيارة. ليش اجيت؟ اجيت لأحكي اللي ما قدرت احكيها هداك اليوم. الشغلة الوحيدة يلي اجيتي تسمعيها. ما بدي اسمع. فريحة ما تغلطي. أمير روح. فريحة اطلعي بوشي. فريحة أنا بحبك. اسمعيني عم بقول لك بحبك بحبك. أمير روح بترجاك، انتهى. ليش شو صار حتى ينتهي؟ امبارح اجيتي على بيتي، اليوم شو صار لينتهي؟ بترجاك تروح. لا تحكي هالشي وعيونك تحت. اطلعي بوشي فريحة، احكي بوشي. لوين؟ شو صار يا بنت؟ لك شو صار؟ لك بنتي احكي لي شو صار؟ شو صار يا امي احكي؟ يلا امي خلينا نفوت لجوا. يا ربي دخيلك. ملخص الكلام، أنا يا دوب قدرت إجي يا رضا، ورغم كل الأدوية خليل ما شفق علي. هذا وضع المرض، طبيعي تحس هيك، مرة منيح ومرة تعبان. والله حكيك صح، والطقس مو عرفان يستقر. إيه صحيح صحيح، بنتنا فريحة كتير مهمومة لتكون مرضانة. يعني أخذ شوية برد من هالطقس. إيه آه يا ربي، ونحن لقينا الوقت المناسب، رحنا جبنا ليونس بيك من تخته. ايه طبعا صار في شوية عجلة مو هيك؟ يا شريفة، الله هو اللي بيعطي العزيمة، إذا الشغلة فيها خير طبعا. يا بنتي يا فريحة، اسألي ضيوفنا شلون بيحبوا يشربوا القهوة؟ وسط، كلياتنا بنشربها وسط. فريحة حبيبتي القهوة بيشربوها وسط. ونحن أصلا كنا عم نستناكم، قلنا منجي لحتى نبارك لقابلنا محمد لأنه بلش الشغل.
وهذا يلي صار. ايه هيك صار، ونحن من اول يوم عطلنا الشباب عن الشغل. شو هالحكي، اساسا المحل مو فاضي، بس بنكم فريحة تعطلت عن دراستها. لا لا ما بيصير شيء اذا غابت يوم. رايح اشوف البنت. مدياتك يا بنتي. شكرا. يسلموا هالديات. شكرا. شكرا يا بنتي. يسلموا ايديك. وهلأ يا رضا بيك، سبب زيارتنا معروف يا سيدي. على سنة الله وعلى سنة رسوله عم نطلب إيد بنتكم فريحة لأبننا خليل. انتوا إذا بتشوفوهم مناسبين منقول على خير إن شاء الله. ما حسيت بالفرق بين اللي شفناهم بالمكتب وبين اللي جابوهم لهون جانسو. غير هيك كان فينا نستنى كمان الجماعة لسبب ما قدروا يطلعوا من المكتب. خليهم يستنوا، شي طبيعي، البابا عم يدفع لي هديك الحسبة. وغير هيك إذا أنت متكسلنا فيك تضلي، أنا بروح لحالي. الكسلانة شو إلها علاقة هون؟ بس عم قلك ما حلوة بحق الجماعة. أنا لو بعرف أنك لسه ما أخذتي قرار كنت اخترت شي تاني. لكن المسألة أني أنا ما أخذت القرار، يعني اتدخلت بالشكل ونزعت لك قرارك. جانسو ليش كل شي عم بحكي عم تفهميه بالعكس؟ أنا لولا أما ما كانت عملت فنجان قهوة. أمي صار فيكي تعتبريها يلا كنتك. يلا الله يتمم على خير يا ابني. أنا فهمت صح ولا لا؟ كانوا عم يحكوا على فريحة. جايين يطلبوا إيد فريحة؟ أوف، ونحن شو دخلنا؟ خلص يلا خلينا نروح. هدول فيهم شي يا يونس أفندي، مشان الله هيك الناس بتعطي بنتها؟ ايه ممكن لأنه متوترين. استغفرك يا رب. لك وافقوا وخلصنا بقى، لسه لشو عم تحكي يا حرمة؟ لك من وقت ما أجينا والبنت كانت منتهية على الآخر ووشهم عم يضحك لرغيف الصخن. استغفرك يا ربي، ما كان مبين إن كان فرح ولا جنازة ولا شي. خلصنا يا خانم، يلا نرجع على البيت. انت بدك تخرب بيت ابننا خليل، كيف رح يقدر لها وهي بالجامعة؟ يا ريتها ما تكمل دراستها. شو يعني إذا درست؟ يعني أكيد ما لنا رح نشغلها. استني لنشوف بلا ما نتدخل. ما سمعتي؟ الشاب عطي كلمة لأبوها. Thank you.
أنا كنت بدي أحكي معك شغلي. يا رضا كرمال الله، شو متأمل من شغلة فاضية مثل هاي؟ معقول ينبنى بيت على الظلم يا رضا؟ شفت بنتنا قديش كانت مقهورة ومتلبكة، ولا وقت كانت عم بتقدم القهوة، انت كيف ممكن تشوف كل هالشي وتصر وتقول بدي جوزها لبنتي؟ كرمال الله يا رضا، حط ايدك على ضميرك واحكي، بنتنا بتستاهل كل هالشي هاد؟ ها رضا، جوزي ابو القلب الطيب، خلينا نبطل طالما لساتنا باول الطريق، ها؟ وهيك ما منكون كسرنا بخاطر البنت. انا كلمتي كلمة وانت بتعرفي هالشي. بعدين نحن وافقنا، اشو مفكرة بكرة رح ياخدوها على البيت؟ وقدامك كان الحكي انه رح يضلوا مخطوبين لحتى تخلص دراسة. مفهوم، يعني عم بتقول سكرنا على الموضوع نهائيا. يعني شي اسبوع وبلا ما تروح على الجامعة. يا ريت تخليها قدام عيوننا هالفترة. Space.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.